إنها الثامنة بتوقيت غرينتش والحادية عشرة بتوقيت السعودي. ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين: شبكة عنيفة شرق رفح وبيرنز يبحث التصعيد في إسرائيل. ساعات حاسمة في مفاوضات الهدنة، واشنطن متفائلة وإسرائيل تهدد. كييف تكشف مؤامرة اغتيال زيلينسكي وتقول فشلت هدية تنصيب الدول. وفي ملفاتنا الخاصة: مخلفات الحرب الباردة العربية تزور الغواصة السوفيتية الأكبر. اليوم يوم مهم وحاسم في حرب غزة، مهم للهدنة التي طال انتظارها ويجري استكمال مفاوضاتها في القاهرة. محادثات مهمة أيضا سيجريها ويليام بيرنز اليوم في إسرائيل، فهل هي الفرصة الأخيرة لسد الفجوات والتوصل لاتفاق؟ سنتابع. نجا زيلينسكي من جديد، هل تدخل حرب الاغتيالات على خط صراع بين موسكو وكييف؟ نتابع أيضا لماذا تم توقيف المبعوث الأمريكي لإيران، رسالة تكشف الأمر. أسترازينيكا تحسب اللقاح أو تسحب اللقاحات من كل أنحاء العالم، هل ستطرح بدائل؟ سنرى ذلك في هذه النشرة. قالوا اطلعوا طلعنا وهينا جايين ولا حياة ولا حمامات. That Israel needs to continue to be transparent. في رفح لا يزال القصف الإسرائيلي مستمر على وقع اشتباكات عنيفة تدور شرق المدينة، ويستمر أيضا إجلاء النازحين وسط انتشار الدبابات الإسرائيلية. أما بالنسبة للمعابر التي سيطرت عليها إسرائيل أمس، فقد أفاد مراسل العربية بأن إسرائيل أعادت صباح اليوم فتح معبر كرم أبو سالم بعد إغلاقه خلال الأيام الماضية أمام حركة دخول المساعدات. وكانت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة دولية أخرى قد حذرت في وقت سابق من أن إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح أدى فعليا إلى حجب المساعدات الخارجية عن القطاع، ولم يعد هناك سوى عدد قليل للغاية من المخزونات المتاحة بالداخل. ميدانيا قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح في غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم مدينة غزة. كما أفاد مراسل العربية بوجود إطلاق نار مكثف من زوارق حربية إسرائيلية باتجاه سواحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك إلى جانب وقوع اشتباكات عنيفة شرق رفح وقصف مدفعي عنيف بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من طائرات مروحية. في الأثناء أفادت كتائب القسام بأنها تخوض اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية المتوغلة شرقي مدينة رفح. من نزوح إلى نزوح، هكذا هو الحال في رفح الآن، بحيث اضطر ألاف النازحين لحزم أمتعتهم بعد أن قامت الطائرات الإسرائيلية بإسقاط أوامر للإخلاء، بينما قام آخرون بتفكيك خيامهم للانتقال إلى أماكن أخرى. بتمنى من ربنا تصير عملية تهدى، بس اللي شايفه أنه نتنياهو بدش تهدى وبدش وقف إطلاق النار. والله احنا ما احنا متفائلين كتير، لانه شوف كم شهر انهم يعطونا التفائل الاولى بكره بعده هيك سامع. انا شعب غلبان من منطقه لمنطقه، فيش منطقه امنه في كل قطاع غزه. نتامل انها تصير تهدى ويصير يعني وقف اطلاق نار. وينضم إلينا من منطقة شبورة غرب رفح في قطاع غزة مراسل عربية أسامة الكحلوت. أسامة أهلا وسهلا بك. أسامة، يعني كيف جرت رحلة النزوح خلال الساعات الماضية، وماذا عن وصول يعني النازحين إلى المناطق التي تم إجلاؤهم نحوها، ثم أيضا ماذا عن فتح معبر رفح من جديد؟
نعم، في اليوم 15 بعد 200 من الحرب على قطاع غزة، الضربات الإسرائيلية تتركز على مدينة رفح منذ صباح هذا اليوم حتى هذه اللحظة. خلال الثلاث ساعات الماضية نتحدث عن سقوط 5 ضحايا في منطقة مدينة رفح تحديدا وفي منطقة مدينة خان يونس. إذا ما تحدثنا على آخر استهدافات كان في منطقة محيط معبر رفح البري باستهداف مواطنين كانوا خلال يعني العودة والنزوح إلى منطقة غرب مدينة رفح، تم استهدافهم عبر دراجة نارية، وصلوا إلى المستشفى الكويتي قبل قليل وتم تشييعهم، بالإضافة لاستهداف مواطنتين في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس في تحديدا في منطقة خزاعة وسقوطهما ضحايا، وتم نقلهما إلى المستشفى الأوروبي في المنطقة الشرقية لمدينة رفح. حالة النزوح حتى هذه اللحظة مستمرة من المنطقة المحيطة تحديدا بمعبر رفح، خاصة أن قذائف المدفعية الإسرائيلية باتت تطلق قذائفها على كل المنطقة التي تعتبر منطقة آمنة، وهي منطقة غرب شارع صلاح الدين تحديدا. لم يدرجها الجيش على أنها منطقة خطيرة، فقط الجيش أدرج كل المنطقة الشرقية على أنها خطيرة وهدد السكان وأخلوا منازلهم. جزء من هذه العائلات أخلى منزله مشيا على الأقدام باتجاه منطقة مواسي رفح ومنطقة مواسي خان يونس ومنطقة غرب مدينة دير البلح. بالإمكان الحديث على أن حركة التنقل الآن صعبة وكل المنطقة الآن هناك خالية من السكان ومن حركة النزوح فقط باتجاه المنطقة الغربية لمدينة رفح. حتى هذه اللحظة نتحدث لليوم الثالث على التوالي، قد تشاهد خلفي حركة النزوح عبر الكرات، عبر السيارات المدنية، عبر الشاحنات التجارية، كل هؤلاء يحاولون ومشيا على الأقدام. ماذا عن يعني عن 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 منطقة المواصي، عن أيضا حديث عن دير البلح، حديث عن يعني وسط وشرق أيضا القطاع، هل الأماكن التي يتم النزوح إليها من قبل النازحين الموجودين أصلا في رفح هي مناطق آمنة كما يقول الجيش الإسرائيلي، أم أنهم أيضا يتعرضون هناك ربما إلى غارات أو إلى إطلاق مكثف للنيران الإسرائيلية؟ أسامة، لا يوجد أي مكان آمن في كل مناطق قطاع غزة، ولكن الجيش يعطيهم إنذارات بالتوجه إلى هذه المناطق باعتبارها أنها منطقة متاح فيها من أجل نصب خيامهم ونقل عائلاتهم إلى هذه المناطق بناء على رسائل المجتمع الدولي. ولكن حقيقة هذه مناطق غير آمنة حتى هذه اللحظة. الزوارق الإسرائيلية تعرف أن كل المنطقة الساحلية سواء غرب مدينة رفح أو غرب مدينة خان يونس أو غرب دير البلح كلها منطقة مكتظة بآلاف الخيام في كل المنطقة الساحلية الغربية، ومع ذلك الزوارق لا تتوقف عن استهداف الخيام، حتى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت بعض من الخيام في منطقة غرب مدينة خان يونس وغرب مدينة رفح. حتى هذه اللحظة هذه المنطقة منطقة المواصي لا يوجد فيها أي شوارع رسمية ولا بنية تحتية ولا خط طوارئ يمكن أن يتم التعامل فيها من أجل استقبال كل هذه الأعداد الكبيرة من منطقة شرق مدينة رفح. هذه الخطة خط طوارئ فقط شخصية، يقوم كل رب أسرة على عاتقه الشخصي بنقل عائلته عبر الكرات إلى منطقة غرب منطقة المواصي غرب منطقة خان يونس، ويقوم بنصب خيمته حتى وإن كانت مصنوعة من القماش. الآن يعني أسمى أماني المواطن الفلسطيني هو الحصول على خيمة من أجل أن تقي أطفاله حر هذا الصيف في هذه الفترة. شكرا لك أسامة الكحلوت، مراسل العربية بمنطقة الشابورة غرب رفح. على وقع ما يجري في رفح تتجه الأنظار إلى القاهرة والآمال أيضا نايف، فربما هي الفرصة الأخيرة في هذه المفاوضات التي ستستكمل اليوم بحضور الوفود الخمسة القطرية الأمريكية ووفدي حماس وإسرائيل. محادثات مهمة ستجري أيضا في إسرائيل بالتزامن. نعم، مدير وكالة المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز سيتوجه إلى إسرائيل لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم ومسؤولين كبار آخرين حول التطورات الأخيرة في الحرب بغزة وسير المحادثات بشأن التوصل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، وذلك بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصدر مطلع. وقبيل ساعات من وصول بيرنز إلى إسرائيل أغلق متظاهرون إسرائيليون حركة المرور على طريق تل أبيب السريع المتجه شمالا خلال ساعة الذروة الصباحية. المتظاهرون الذين من بينهم أقارب المحتجزين في قطاع غزة طلبوا خلال وقفتهم الحكومة الإسرائيلية بالتوصل إلى اتفاق مع حماس لإطلاق سراح المحتجزين. من القدس ينضم إلينا مدير مكتب العربية في فلسطين زياد حلبي. زياد، مرحبا بك معنا في هذه النشرة. دعني أبدأ أولا من هذه الزيارة لمدير وكالة المخابرات الأمريكية CIA ويليام بيرنز إلى إسرائيل، سيلتقي فيها مع بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين، ما الذي يحمله في هذه الزيارة والمتوقع منها زياد؟
يصل ظهرا سيلتقي رئيس الموساد الإسرائيلي ومسؤولين أمنيين آخرين في إسرائيل، لكن اللقاء الملفت هو اللقاء الذي سيكون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدون شك. بمعنى هذا اللقاء سيكون في صلبه قضية صفقة التبادل وما يجري في القاهرة. وفق المعلومات لدينا، بنيامين نتنياهو سيجدد رفضه أمام بيرنز للمقترح الذي قبلت به حماس، بادعاء أن هذا المقترح ليس الذي قبلت به إسرائيل في 27 من إبريل الماضي، وإنما شهد تعديلات. طبعا نتنياهو يتهم حماس بأنها هي من وضعته وأنه لم يعد مقترحا مصريا بطبيعة الحال. هذا الكلام سيقود إلى ضغط أمريكي كبير، لأن الولايات المتحدة بات واضحا بأنها باتت مستاءة من دخول إسرائيل إلى رفح ومن قضية تعثر صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، وهي الأولوية، أولوية عكسية لدى الأمريكيين بأن يكون هناك صفقة وقف نار وقبل رفح عمليا. وطبعا ما نشر وأقرت به الولايات المتحدة من تعطيل تسليم صفقات أسلحة لإسرائيل، هذا التطور يعتبر دراماتيكيا لأول مرة منذ بدء هذه الحرب على قطاع غزة. رغم أن الولايات المتحدة طبعا قدمت دعما غير مسبوق لإسرائيل، الشهر الماضي فقط 14 مليار دولار دعما أمنيا لإسرائيل. طيب زياد، ماذا أيضا عن هذه المظاهرات التي تابعنا صورها قبل قليل، وماذا عن تزامنها مع هذه الزيارة التي يعتزم بيرنز القيام بها إلى إسرائيل؟ إلى أي حد ستشكل عاملا ضاغطا بشكل أكبر على مسار الذي يعتزم بيرنز القيام به والضغط على إسرائيل من أجل القبول بهذه الصفقة؟ هذه المظاهرات ضاغطة على رئيس الوزراء الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية بشكل خاص. أكثر من 54% من الإسرائيليين قالوا في استطلاع رأي نشر اليوم بأنهم يعتقدون بأن بنيامين نتنياهو يفضل صراعه على البقاء السياسي في سدة الحكم على حياة المختطفين أو الأسرى الإسرائيليين لدى حماس. هذا تطور دراماتيكي عندما يفكر الشارع الإسرائيلي بهذه الطريقة، ولهذا هذه المظاهرات ستتواصل طالما أن هناك تعثرا في التوصل إلى صفقة تبادل. هآرتس اليوم نشرت، أكدت عمليا ما أشرنا إليه الخميس الماضي، من أن بنيامين نتنياهو في الجلسة الكابينت عمليا قبل أن ترد حماس على المقترح المصري قال أن أراد أن تبدأ العملية في رفح، عارض كل من كان في الجلسة هذا الأمر، ومن ثم حاول أن يضيق أيضا صلاحية الوفد الإسرائيلي وأيضا هذا رفض. هذا اعتبر دلالة على أنه ربما يحاول عرقلة هذه الصفقة منذ أيام وفق ما تقول الصحف الإسرائيلية اليوم. شكرا جزيلا لك زياد، كنت معنا من القدس مدير مكتب العربية في فلسطين زياد حلبي، شكرا جزيلا لك. على أجندة بيرنز في إسرائيل ملف مهم لتل أبيب، تعليق شحنات الأسلحة والقنابل. تقول واشنطن إن إسرائيل فشلت في معالجة مخاوفها ومضت في خطتها باقتحام رفح، فكان لابد من تشديد القيود، لكن كيف ذلك يا نايف؟ أخبرنا. بالفعل رجاء، يعني يبدو أن الإدارة الأمريكية أصبحت الآن ملزمة بتوضيح الاستراتيجية الخاصة بتسليم الأسلحة لإسرائيل مع تعالي الأصوات المطالبة بذلك. مشاهدينا، الوضع بدأ يأخذ منحنى مختلف فعليا، نتحدث عن دعم عسكري قد يصبح مقيدا وبشروط مع توجه إدارة بايدن لتعليق إرسال بعض شحنات الأسلحة لتل أبيب وفق ما نقلته واشنطن بوست عن مصادر إسرائيلية. الخطوة جاءت في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا غير مسبوق بشأن خطة إسرائيل الهادفة لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في رفح، وبعد أيام قليلة من إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لمشروع قانون يسمح بتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 26 مليار دولار. البيت الأبيض وفق واشنطن بوست امتنع عن التعليق على القرار الذي يعد أول واقعة لتأجيل تسليم شحنات أسلحة لإسرائيل منذ اندلاع حرب 7 أكتوبر. الجانب الإسرائيلي لا يزال متحفظا عما يتم تداوله بخصوص تأخير الإمدادات العسكرية من الجانب الأمريكي، غير أن السيناتور الجمهوري لينزي غراهام
طالب إدارة بايدن بإصدار توضيح بشأن قرار تأجيل تسليم شحنات الأسلحة. لنستمع لبعض مما قاله. أريد من إدارة الرئيس بايدن أن تجيب على السؤال التالي: هل حقا ستبطئون عملية تسليم الأسلحة والذخائر لإسرائيل؟ هل لديكم سياسة واضحة بشأن القيود على تسليم الأسلحة لتل أبيب؟ إذا كان كذلك يمكنك الاعتراف. لكن ماذا تضم هذه الأسلحة؟ الشحنات المتأخرة مشاهدينا التي تم تأجيل تسليمها لتل أبيب تشمل ذخائر هجوم مباشر مشترك، والتي تحول القنابل غير الموجهة إلى قنابل دقيقة التوجيه، بحيث حجبت الولايات المتحدة الأمريكية 3500 قنبلة الأسبوع الماضي خشية أن يتم استخدامها في هجوم كبير على مدينة غزة الجنوبية، أي في رفح. إذن تطور لافت وجديد بأن تعلق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المساعدات إلى إسرائيل وشحنات هذه الأسلحة، ووفق مراقبين هذه الخطوة ربما تعبر عن المخاوف الكبيرة لدى واشنطن من توسيع هذه العملية، وربما إحراج أيضا إدارة بايدن رجاء. تماما. ومن دبي الآن ينضم إلينا المستشار العربي للشؤون العسكرية والتسلح رياض قهواجي. رياض، أهلا وسهلا بك. رياض، يعني كيف ستؤثر اليوم أو سيؤثر أي قرار أمريكي بإبطاء إيصال المساعدات والشحنات من الأسلحة والذخيرة لإسرائيل في هذه المرحلة التي تعتزم فيها القيام بهذه العملية التي يقال إنها محدودة في رفح؟ وهل نشهد أيضا يعني قرارات بحجب يعني الأسلحة عن إسرائيل في المرحلة المقبلة إن لم تقدم أي ضمانات عن طريقة استخدامها؟ يعني أعتقد أن التأثير فيما يخص رفح تحديدا، ويعني كون هذه العملية محدودة، لا أعتقد أن هذا سيؤثر على يعني قرار الحكومة الإسرائيلية بالمضي قدما، خاصة أنها تأتي بشكل متدرج وليست بحجم الكبير. لكن هل ستؤثر على نوايا الحكومة الإسرائيلية وتحديدا نتنياهو في توسيع الحرب وإطالتها؟ طبعا ستؤثر. إسرائيل تعتمد بشكل كبير على المخزون الاستراتيجي والذخائر من الولايات المتحدة، ومن هنا كان هناك هذا القرار من المجلس الكونغرس والشيوخ ب 26 مليار دولار مساعدات لإسرائيل، كون إسرائيل بحاجة فعلا لهذه. لكن سيد رياض، يعني دعنا نسأل في هذه النقطة أولا عن نوعية الأسلحة التي يعني تنوي إدارة الرئيس جو بايدن أن تحجبها عن الجيش الإسرائيلي. هل هذه الأسلحة أصلا هي موجودة لدى الجيش الإسرائيلي ويحتاج إلى مزيد منها، أم أنها أسلحة أيضا جديدة؟ ماذا عن 26 مليار التي تم إقرارها يعني بأنها ستكون يعني بمثابة مساعدات عسكرية تقدم لإسرائيل؟ هل هي التي تم تعليقها بالفعل؟ لا، هذه ما مفصلة. تم تعليقه هو تأخير، يعني علينا أن نكون واضحين هنا. الإدارة الأمريكية تريد أن تظهر أنها غاضبة من نتنياهو وتأخذ موقف. ما الورقة التي بيدها الآن هي قرارات نقل هذه الأسلحة. هناك قرار كونغرس من الشيوخ ب 26 مليار لإسرائيل، هذا اتخذ، لا يستطيع بايدن أن يوقف. طيب، هذا فهمنا، يعني لكن ما هي هذه الأسلحة؟ نوعية هذه الأسلحة في ماذا تحتاجها؟ ماذا أنا بصدد أقوله؟ تفضل. نوع الأسلحة التي تحدث عنها اليوم هي ذخائر أسلحة ذكية، صواريخ ذكية للطائرات. هذه إسرائيل تملك منها، هي بحاجة للمزيد من هذه الأسلحة. 26 مليار تتضمن شراء مقاتلات جديدة، تحديث وشراء مزيد من الصواريخ المضادة وغيرها. يعني هناك حزمة كبيرة من المساعدات، جزء كبير منها هو أسلحة تملكها إسرائيل، إنما تحتاج لذخائر لها أو تحتاج ل زيادة عددها، تطويرها إلى آخره. وهناك يعني تتضمن أيضا أموال تستخدمها إسرائيل لشراء أسلحة من مصانع إسرائيلية، وبالتالي
لا تأثير لهذه يعني الخطوة لبايدن على الحزمة بشكل كبير، إنما هي إجراء عقابي لنتنياهو. طيب نتحدث عن رسالة واضحة أنه لا يوافق عما يجري في رفح. يعني نحن نتحدث دائما عن هذه العملية في رفح وعن المخاوف من توسيعها، لكن يعني الآن ماذا عن القيمة العسكرية لرفح يعني مكان؟ هل له أي ثقل وأهمية كبيرة عسكريا؟ يعني وقف هذه المساعدة لن يؤثر على عملية رفح تحديدا. رفح بالنسبة لإسرائيل هي أهميتها كما تعلن أنها آخر مكان يتواجد فيه قوات عسكرية 4 كتائب لحماس، وأيضا هي المدخل الأساسي، المعبر الوحيد الأساسي الذي كان متبقي لغزة وهي تسيطر عليه الآن. وبالتالي يعني الحكومة الإسرائيلية نتنياهو تحديدا كما بتنا نعلم وكما تحدث الصحف الإسرائيلية يريد إطالة الحرب، وهو أخذ هذه الخطوة لمحاولة تعطيل الاتفاقية والتركيز على المصالح التي يجدها هو من تخدم مصالحه باستمرار هذه الحرب، إنما فقط الحديث عن هدنة وتبادل أسرى لا أكثر من ذلك. طيب شكرا لك من دبي مستشار العربية للشؤون العسكرية والتسلح رياض قهوجي. شكرا. كارثة إنسانية جديدة تهدد رفح وغزة بأكملها. فقد حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن المستشفيات الميدانية القليلة أو المرافق الصحية البديلة التي تجري إقامتها الآن في غزة لن تكون قادرة على استيعاب الجرحى المتدفقين من رفح بجنوب القطاع. قالت المنظمة في بيان لها إن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيحمل أثارا كارثية على أكثر من 1,000,000 شخص وسيزيد من الأضرار التي طالت النظام الصحي. حذرت أيضا حذرت هنا من أن الوصول للمستشفيات سيغدو مستحيلا كما حدث في الشمال. والله احنا ما احنا متفائلين كتير، لانه شوف كم شهر انهم يعطونا تفائل يقولوا بكره بعد بكره بعد. هيك سامح طول الليل على هالحال، اتامل انها تصير تهدى ويصير يعني وقف اطلاق نار ونروح على ديارنا سالمين غنمين ان شاء الله. إذن مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. لماذا تم توقيف المبعوث الأمريكي لإيران؟ رسالة تكشف. لدينا أيضا في السودان الهروب من الفاشر رحلة نزوح مضنية. حياكم الله من جديد. شن الجيش الإسرائيلي غارات على أهداف لحزب الله في 6 مناطق جنوبي لبنان خلال ساعات الليل الماضية. وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي فإن الغارات الجوية استهدفت مباني عسكرية لحزب الله في كفر كلا وعيت الشعب والخيام ومارون الراس. وأطال القصف أيضا أهدافا لحزب الله في حولة وعترون جنوبي لبنان. في الأثناء قالت مصادر رفيعة المستوى في حزب الله إن الحزب أعلن التعبئة العامة ليكون بوسعه الاستعداد لمواجهة الخطوة التالية التي ستقدم عليها إسرائيل بعد اجتياحها معبر رفح. كما أشارت إلى أن حزب الله سيلجأ إلى الأسلحة المتطورة والدقيقة تحسبا للخطوات المقبلة التي ستقوم بها إسرائيل. نظم العشرات من المتظاهرين مسيرة أمام أحد الجامعات في ولاية كاليفورنيا للاحتجاج على القرار الإسرائيلي الأخير الرافض لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. حيث قامت الشرطة الأمريكية باستخدام الغاز المسيل للدموع لفض الاعتصام، كما اعتقلت عشرات الطلبة أيضا المناهضين لاستمرار الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر الماضي. من جانب آخر قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكل لموقع أكسيوس قال إن الأعضاء الجمهوريين يعدون تشريعا لفرض عقوبات على مسؤولين محكمة الجنائية الدولية احترازيا إذا أصدروا أوامر لاعتقال مسؤولين إسرائيليين. وأضاف ماكل لأكسيوس بأنه تم تأكيده للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بأن المضي في إصدار أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين سيدمر العلاقات مع الولايات المتحدة.
في الكونغرس. أيضا كشفت صحيفة واشنطن بوست أنه من المتوقع أن تقدم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقريرا إلى الكونغرس هذا الأسبوع بشأن إن كانت إسرائيل قد أقدمت على ارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان بما يتناقض مع القوانين الأمريكية والدولية. الصحيفة هنا أشارت إلى أن التقرير يحمل مخاطر سياسية وأخلاقية للرئيس بايدن في ظل سعيه للفوز في الانتخابات الأمريكية المقبلة. قرار صعب أمام جو بايدن يلوح في الأفق، والبحث جار عن باب للخروج من الأزمة. هل انتهكت إسرائيل القانون الأمريكي والدولي في غزة أم لا؟ بين مساندة إسرائيل من ناحية وإنهاء الحرب في قطاع غزة من ناحية أخرى، معضلة أخلاقية وسياسية كبيرة تواجهها الإدارة الأمريكية وفق صحيفة واشنطن بوست. من المتوقع أن تبلغ إدارة بايدن الكونغرس هذا الأسبوع ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القوانين الأمريكية أو الدولية في غزة. إن كانت نتيجة التقرير إيجابية لصالح وجود انتهاكات، فذلك سيثير دعوات للمطالبة بتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية، وسيغضب المحافظين المناصرين لإسرائيل وكثيرين ممن يعتمد عليهم بايدن لإعادة انتخابه. تحاول إدارة بايدن السير على خيط رفيع، لكنني أعتقد أنها تقوم بذلك بشكل سيء، وبصراحة يثير ذلك غضب الجميع. أما استنتاج تقرير إدارة بايدن لصالح عدم وجود انتهاكات إنسانية وسط الخسائر الهائلة في صفوف المدنيين في غزة، فمن شأنه أن يخاطر برد فعل عنيف من الليبراليين، ما قد يخسره الكثير من الناخبين. فيما يتعلق بتقرير قانون ليه الذي كنت تشير إليه في البداية، أعتقد أن هذا مثال جيد على عملية متعمدة للغاية تسعى للحصول على الحقائق والحصول على جميع المعلومات التي يجب القيام بها بعناية. وكان بايدن قد أصدر في فبراير الماضي في ظل ضغوط داخلية مذكرة تنص على أن أي دولة تتلقى مساعدة عسكرية أمريكية عليها تقديم ضمانات مكتوبة تؤكد التزامها بالقوانين الدولية والأمريكية، حيث يتعين على الخارجية الأمريكية بعدها أن تصدر تقريراً يقيم مصداقية هذه الضمانات، ما يشير إلى أن بايدن لن يخرج سالماً من هذا التقرير أياً كانت نتائجه. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها تصدت لمسيرتين أطلقهما الحوثيون فوق خليج عدن بينما تحطم الثالث. أضافت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية. قال اثنان من المشرعين الجمهوريين إنهما يعتقدان أن التصريح الأمني للمبعوث الأمريكي الخاص لإيران روب مالي تم تعليقه لأنه أرسل وثائق سرية إلى بريده الإلكتروني الشخصي وقام بتنزيل هذه الوثائق على هاتفه المحمول. من جانبها صحيفة واشنطن بوست قالت إن جهة فاعلة إلكترونية معادية تمكنت من الوصول إلى بريده الإلكتروني بعد اختراق هاتفه وقد حصلت على المعلومات التي تم تنزيلها. في السودان قصص النزوح لا تنتهي، كلها رحلات محفوفة بالمخاطر مضنية متعبة وتنتهي بأوضاع مأساوية. في الفاشر في ولاية شمال دارفور التي تشهد معارك واسعة الآن يفتقر النازحون لأدنى مقومات الحياة. تصبح الصباح ممكن ما تولع نار لأدم الحاجة تأكله والأطفال ما في حاجة بأكلها، حتى نحن دل طلعنا بكوريننا بقول شوفها في دحورنا وشايلين حاجات في رؤوسنا، خلاص مشينا مسافات بعيدة شوية ونزلنا في بعض المناطق الوسطية ولحد الصباح ياهو وصلنا بعد المعاناه طويلة وصلنا لمنطقة الشجرة وياهو مستقرين في منطقة الشجرة حاليا. أطفال بالليل دبقوه وما بنوم الشفوة بعيد وأمهات متسهلة العشاء ده كل أشياء هنا دارين آجل. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل أيضا بعد أثاره الجانبية الخطيرة سحب لقاح أسترازينيكا من جميع أنحاء العالم. ولدينا أيضا هجوم سيبراني جديد في بريطانيا وتسريبات
تكشف من يقف خلفها. مشاهدينا نرحب بكم من جديد بعد يوم واحد فقط من تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. شنت موسكو هجوما واسعا على كييف. الهجوم بحسب مسؤولين في الجيش ألحق أضرارا بعدة منشآت في ضربة استهدفت البنية التحتية للطاقة في عدة مناطق في البلاد. لكن في المقابل أعلنت وزارة الطوارئ الإسرائيلية أو الروسية، اعتدنا كثيرا على الإسرائيلية، الروسية إخماد حريق بمنشأة نفطية في لوغانسك نشب بعد هجوم صاروخي شنته أوكرانيا. وبحسب الوزارة فإن القصف الأوكراني تم باستخدام صواريخ أتاكانز واستهدف مستودعا للنفط، ألحق أضرارا بالمباني السكنية وخطوط الكهرباء وخطوط أنابيب الغاز. وينضم إلينا من مدينة إيفانو فرانكو وسط أوكرانيا الصحفي محمد البابا. محمد أهلا وسهلا بك. محمد، يعني كان هناك حديث عن إحباط محاولة اغتيال لزيلينسكي خلال الساعات يعني الماضية، ما تفاصيل عملية إحباط يعني هذا يعني الاغتيال أو محاولة الاغتيال هاته، وماذا أيضا عن تفاصيل من كان يخطط لها؟ نعم، بالفعل جهاز الأمن الأوكراني الاس بي او استطاع يعني إحباط محاولة اغتيال للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كان من المفترض أن تحصل خلال اليومين الماضيين، إضافة إلى اغتيال رئيس المخابرات لكن الأوكرانية فاسيلي مليوك. وأيضا محمد قبل الحديث عن محاولة اغتيال، إذا سمحت لي محمد، لا أعلم إن كنت تسمعني أم لا، يعني بعد عملية محمد سنأتي عليه، أشرف عليها رئيس يبدو أن محمد لا يسمعني بسبب استخدام بعض التطبيقات. خلال الأسبوع الماضي تم توقيف عدد من الأشخاص، بينهم ضابطين، أحدهم في رتبة كبيرة في جهاز الأمن الأوكراني، وأحدهم هو رئيس قسم ويتابع يعني ضمن عمله هو التواصل مع الفريق الأمن الخاص للرئيس الأوكراني لأوردو، هذا الجهاز الأمن الذي يقوم بحماية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. يعني المخابرات العسكرية أعلنت بعض المعلومات أن هؤلاء الأشخاص، وهي مجموعة من 11 شخصا أو 11 معتقلا حتى الآن، كانوا على تواصل مع جهاز الأمن الروسي الذي يعني وعد بدفع 80,000 دولار يعني كمكافأة لهذه المجموعة بعد تنفيذ عمليتها. أيضا كانت هذه يعني المجموعة تحاول خرق الجهاز الأمن الخاص للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في محاولة لخطفه وقتله يعني خلال المناسبات التي ستكون يعني في الغد. هناك مناسبة في اليومين الماضي، كان هناك عدة مناسبات، كان من المفترض للرئيس فلاديمير زيلينسكي المشاركة في تلك المناسبات. يعني هناك تجديد أمني كبير في العاصمة الأوكرانية كييف، عملية التحقيقات لا تزال مستمرة ومتابعة للشبكة. طيب، المعلومات الخاصة يعني تقول أن هذه العملية جاءت بعد يعني إلقاء القبض على أحد الأشخاص في منطقة ألو؟ نعم. إذن محمد نشكرك جزيلا، كنت معنا من مدينة إيفانو فرانكو وسط أوكرانيا، صحفي محمد البابا، شكرا جزيلا لك. إذن نجا زيلينسكي من جديد، ما هي قصة محاولة اغتيال الرئيس الأوكراني؟ طبعا هي التي تابعنا يعني من تفاصيل التحقيقات مع زميلنا البابا. وجهاز الأمن الأوكراني كان قد كشف في وقت سابق أيضا عن تفاصيل هذه المؤامرة، وقال إنها مؤامرة روسية كانت تهدف إلى اغتيال شخصيات سياسية وأيضا عسكرية بارزة من بينها الرئيس، حيث تم توقيف مسؤولين أمنيين أوكرانيين لارتباطهم بالمجموعة التي كانت تسعى لتنفيذ عمليات اغتيال لمسؤولين أوكرانيين رفيعي المستوى. هنا كان قد أشار جهاز الأمن الأوكراني أيضا إلى أن الشبكة كان يشرف على أنشطتها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي. طبعا جهاز الأمن الأوكراني كان يقول بأنه أحبط هذه العملية التي كانت ستقدم كهدية تنصيب للرئيس بوتين الذي نصب يوم أمس طبعا بولاية خامسة في روسيا. طبعا ونشير أيضا إلى أن يعني هذه المحاولات ليست المرة الأولى التي ينجو فيها زيلينسكي من محاولات اغتيال، وذلك منذ بدء الحرب بين البلدين. صحيح، أكثر من محاولة. حتى بوتين نفسه يعني كان قد
تعرض لمحاولة اغتيال عندما أرسلت الطائرات المسيرة سقطت فوق مبنى الكريملين. حينها قالت روسيا بأنها سترد على هذه المحاولة وقالت بأنها بالفعل كانت محاولة لاستهداف بوتين. فهل سندخل الآن في حرب الاغتيالات رجاء؟ يعني هذا ما سننتظره خلال الأيام المقبلة في ظل استمرار هذه الحرب وعدم يعني وضوح الرؤية وضبابيتها إلى حدود الآن بشأن متى ستنتهي المواجهة. صحيح المشاهد. الكثير من ربما المحللين والمراقبين يقولون بأن هذه الحرب ستأخذ منحنى جديد في مسألة اغتيال الشخصيات السياسية الهامة وربما أيضا حتى الشخصيات البارزة. نحن نعلم أن أحد الكتاب والمحللين السياسيين الروس الكبار قد تم استهدافه أيضا واغتياله أيضا. حملت أوكرانيا هذه المسألة على الجانب أيضا حتى الآخر. روسيا كانت قد قامت باستهداف شخصيات أيضا سياسية شخصيات عسكرية وازنة في الجانب الأوكراني، لكن على مضض ويبدو أننا سندخل إلى يعني تصعيد أكبر خلال الأيام القادمة إذا ما طال أمد هذه الحرب. نعم تماما نايف، وطبعا سنعود الآن مشاهدينا قليلا إلى زمن الحرب الباردة وأيضا مخلفاتها. العربية زارت ودخلت الغواصة السوفيتية الأكبر والتي تم عرضها للزوار في متحف البحرية الروسية على ضفاف نهر موسكو. هذه هي غواصة بي 396 التي دخلت في سنة 80 من القرن الماضي سباق التسلح في زمن الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن. تعد الأكبر في زمان الاتحاد السوفيتي بين الغواصات التي تعمل بوقود الديزل والثانية في العالم في ذاك الوقت من حيث الضخامة. غير أن هذه الغواصة التي تحمل اسم نوفوسيبيرسكي كومسومولتس كانت تعمل بكهرباء في أعماق مياه المحيطات والبحار، حيث كان محركها يضم أكثر من 400 بطارية وزن كل واحدة منها يصل إلى 700 كيلوغرام. هذه الغواصة خدمت 20 عاماً ضمن أسطول الشمال وقامت بتنفيذ مهام عدة وشكلت تهديداً لسفن العدو. زوارها اليوم تعجبهم جداً حجرة الصواريخ. هناك نروي لهم كيف كانت تجري عملية تحضير التوربيدات الضخمة وطريقة إطلاقها. بنيت الغواصة العملاقة على شاكلة 7 حجرات، كل منها يملك فوهة مرور محكمة الإغلاق بين الحجرات وفي حالات الطوارئ عند انقطاع الاتصال بين الأقسام. كانت المعلومات تنقل عبر شفرات النقر والتي تشير كل منها لحرف معين ضمن أبجدية البحرية السوفيتية السرية. الغواصة المزودة بتوربيدات مضادة للسفن كان يعمل على متنها قرابة 80 شخصا، وبضغطة زر واحد من ضابط إدارة الصواريخ على الزر الأسود هذا كانت تنطلق صواريخ التوربيد نحو سفن العدو بمعدل 12 صاروخا في الدقيقة. وفي حين أن العالم يحبس أنفاسه خشية اندلاع حرب كبرى بين معسكري روسيا والغرب تأتي على الأخضر واليابس، فإن هذه الغواصة تبقى دليلا على ما تمتلكه موسكو ودول الصراع من 10 الغواصات الحاملة لكافة أنواع الصواريخ الاستراتيجية. عبد الجواد الرشد، العربية، موسكو. تعرضت وزارة الدفاع البريطانية إلى هجوم سيبراني طال بيانات الآلاف من أفراد الجيش البريطاني. وزير الدفاع جرانت شابس كشف خلال جلسة في مجلس العموم عن تورط إحدى الدول دون تسميتها في الهجوم الذي قال إن التحقيقات في تفاصيله لا زالت جارية. سربت عبر إعلامها من دون اتهام رسمي أو مباشر. بريطانيا تعتقد أن الصين شنت عليها هجوما سيبرانيا. وزير الدفاع جرانت شابس أطلع رئيس الحكومة على تفاصيل الخرق السيبراني، ثم أحاط البرلمان البريطاني من دون أن يوجه اتهاماً مباشراً للصين أو يسميها، وترك الباب مفتوحاً أمام ضلوع دولة أخرى. لأسباب تتعلق بالأمن القومي لا يمكننا الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الهجوم السيبراني المشتبه. رغم ذلك يمكننا أن نؤكد لمجلس النواب أننا نمتلك دلائل تشير لأن هذا كان عملا مشبوها من قبل جهة خبيثة لا يمكننا استبعاد تورط دولة فيه.
الهجوم السيبراني طال بيانات الآلاف من العاملين الحاليين والسابقين في وزارة الدفاع البريطانية، بما فيها أسماء وتفاصيل مصرفية للقوات المسلحة والعناوين الشخصية للبعض. الخبراء يقولون إن التحقيق قد يستمر شهوراً وأحياناً سنوات لجمع ما يكفي من الأدلة لتوجيه الاتهامات بشكل رسمي إلى جهة معينة. أدلت ممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز بشهادتها في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن دفعه أموال لها للتستر على العلاقة معها قبل انتخابات الرئاسة عام 2016. وأدلت دانييلز بشهادتها في جو من التوتر بحسب التقارير الأمريكية، حيث أكدت إقامتها علاقة مع ترامب في جناح في فندقه، بينما نفى فريق دفاع ترامب القصة. وفي قضية أخرى، أعلنت القاضية الأمريكية إلين كانون تأجيل محاكمة الوثائق السرية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى أجل غير مسمى في انتظار حل العديد من القضايا السابقة للمحاكمة. وقالت القاضية آيلين إن هذا الأمر غير ممكن نظرا إلى عدد الالتماسات التمهيدية المقدمة للمحكمة. وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة الوثائق السرية لترامب في 20 مايو الجاري. قصة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتصاعد الخلاف بين رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون والنائبة الجمهورية مارجوري تايلر غرين، والتي تعهدت بالمضي قدما في حملتها للإطاحة بجونسون. لكن غرين حتى الآن فشلت في كسب تأييد صفوف الجمهوريين، كما تواجه أيضا معارضة من ديمقراطيين لعزل جونسون. سعي النائبة الجمهورية مارجوري تايلر غرين لعزل رئيس مجلس النواب مايك جونسون يواجه معارضة قوية من الجمهوريين في المجلس ومن ديمقراطيين تعهدوا بحماية جونسون. جمهوريان فقط يؤيدان غرين بسبب ميل جونسون لعقد صفقات تشريعية مع الديمقراطيين، الذي زاد إحباط الجمهوريين المتشددين، لكن ليس إلى حد التصويت على عزله تجنبا للفوضى مع اقتراب الانتخابات، فيما يرفض حلفاء جونسون المخضرمون مثل النائب جو ويلسون محاولة غرين رفضا قاطعا. مايك جونسون شخص مرح للغاية، قوي جدا، لديه هامش ضيق للغاية في المجلس في تاريخ بلادنا، ولذا فأنا أعلم أنه يقوم بعمل جيد، وهو المحافظ الذي يؤمن بالحكومة المحدودة والحرية والسلام والقوة. ومن مخاوف الجمهوريين المحافظين مسألة من سيحل محل جونسون إذا عزل، فهم لا يريدون مرشحا من الدرجة الثانية. في المقابل تعهد ديمقراطيون بقيادة زعيمهم حكيم جيفريز بحماية جونسون ورفض قرار غرين، حفاظا على استقرار المجلس ومنعا لها من فرض إملاءاتها على كيفية إدارته، كما أكد النائب دان جولدمان. لقد واجهت المقاومة التي تستحقها، لأن المتطرفين ومشعلي الحرائق لا ينبغي لهم أن يتمكنوا من اختطاف مجلس النواب. أعتقد أنه لا ينبغي أن تكافئ على محاولة استخدام أساليب الضغط لتحقيق أهدافها الخاصة وليس أهداف أغلبية أعضاء الكونغرس. لكن بعض الديمقراطيين الليبراليين مثل ألكساندريا أوكاسيو كورتيز وجمال بومن أعلنوا أنهم سيصوتون لصالح قرار غرين، كرسالة مفادها أن جونسون في نظرهم ليس زعيما مناسبا للكونغرس والبلاد، لكن تصويتهم لن يقلب النتيجة ضده. حسين الطود، العربية، واشنطن. رفعت شركة بايت دانس الشركة المالكة لتيك توك دعوة قضائية على الحكومة الأمريكية في محاولة للطعن في قرار يضع الشركة إما خيار بيع الشركة لحصتها في حظر أو حظر التطبيق إما خيار بيع الشركة لحصتها أو حظر التطبيق في الولايات المتحدة. من مقر شركة بايت دانس الشركة المالكة لتيك توك، قرار حاسم بعد شهرين من قانون يفضي إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة. تيك توك تتحدى القرار الأمريكي بالقضاء والقانون، رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية لمواجهة حظر التطبيق في الولايات المتحدة. التصميم على قرار إغلاق التطبيق غير قانوني ولا دستوري، هكذا تبرر الشركة هنا لجوئها للقضاء في محاولة للطعن في قانون يجبر شركة بايت دانس إما على بيع حصتها في تيك توك في غضون 9 أشهر أو حظر التطبيق تماماً. تقول الشركة إن القضاء بات طريقها الوحيد بعد جدال طويل لمواجهة الحظر، لكنه لم يثمر عن شيء.
جادلت الشركة بأن قرار سيخنق حرية التعبير ويضر بالمبدعين وأصحاب الأعمال الصغيرة المستفيدين اقتصادياً من المنصة. وأيضاً أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار لعزل عملها في الولايات المتحدة، ووافقت على الإشراف من شركة أوراكل الأمريكية، ورغم ذلك لم يتفادى التطبيق تداعيات قرار الحظر. بعد آثاره الجانبية الخطيرة، الشركة أسترازينيكا أعلنت أنها بدأت سحب لقاحاتها المضادة لكوفيد-19 من جميع أنحاء العالم بسبب فائض اللقاحات المحدثة المتاحة منذ تفشي الجائحة. وقالت الشركة هنا إن اللقاح تمت إزالته من الأسواق لأسباب تجارية، مضيفة أنه لم يعد يتم تصنيعه أو توفيره بعد أن حلت محله لقاحات محدثة تعالج السلالات الجديدة. نأمل يعني هنا أن تكون البدائل المتاحة آمنة ولا تحمل أي أثار جانبية. الحديث الآن عن أسترازينيكا بأن هناك يعني أعراض جانبية خطورة لمن استخدم طبعا هذا اللقاح. أي لقاح استخدمتي أثناء الجائحة؟ استخدمت فايزر. أنا أيضا كذلك فايزر، لكن يبدو هناك قلق عند بعض من استخدموا لقاح أسترازينيكا. هناك طبيب أتذكر بأنه خرج معنا على النشرة قال أنه بعد 6 أشهر من تلقي أي شخص للقاح لا داعي للقلق. هنا يعني كانت قد تحدث أن الآثار الجانبية تظهر في الأيام الأولى تقريبا لأخذ اللقاح، وأنه لا مخاوف من يعني أي آثار جانبية تحدث بعد مثلا أخذ اللقاح ب6 أشهر يعني أو غير ذلك. أصلا كان الخوف رجاء إذا تذكرين في البداية بأنه لم يكن هناك دراسات أصلا كافية على هذه اللقاح. نتمنى السلامة لك وأيضا لجميع مشاهدين. وكل من يشاهدنا هذه النشرة انتهت. شكرا رجاء. شكرا لك نايف. شكرا لكم مشاهدينا. إلى اللقاء. قالوا اطلعوا طلعنا وهينا جايين ولا حياة ولا حمامات. That Israel needs to continue to be transparent. We are God. We are God. We are God.